الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الوطنية، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج بداع الجيل. مئات الرسائل، عشرات الشهادات التي وصلتنا على الفيسبوك تشيد ببرنامج بداع الجيل، خاصة شهادات من أساتذة كبار في الأدب الحساني وباحثين أيضا في الأدب الحساني، وتعتز بهذه الفكرة التي نفضت الغبار عن هذا الموروث الأدبي. طبعا بهذه المناسبة مشاهدينا الكرام، لابد من طبعا نوجه الشكر، شكر خاص لإدارة قناة الوطنية ممثلة في المدير العام شيخنا والإمام، اللي تبنى فكرة برنامج بداع الجيل بعد طبعا منين قدمتها له على الورق، تبناها بشكل كبير وأيضا سخر لها جميع الجهود من أجل أنها تنفذ على أرض الواقع، وبدأنا طبعا بتنفيذها بداية مع المخرج عبد الله والباباه، هذا المخرج أيضا الرائع اللي أصحابنا في برنامج بداع الجيل واللي طرح برنامج بداع الجيل بشكله الفني اللي تراعبوه، هذا الشكل اللي كانت فيه لمسات إبداعية واضحة من خلال طبعا أفكار وإبداعات المخرج العظيم عبد الله والباباه، واللي نوجه له أيضا شكر خاص في برنامج بداع الجيل على مساهمته في نجاح فكرة هذا البرنامج. طبعا الفكرة منين كتبتها على الورق وبدأت نجسدها على أرض الواقع كانت طبعا ترافقني فيها ضرورة التجديد، ضرورة التجديد في الشكل وضرورة التجديد في المضمون والخروج من الروتين اللي عهدناه في المسابقات الأدبية السابقة. لذلك طبعا اخترنا عن يعود الشكل شكل جديد، وذاك واضح من خلال طبعا الفقرات، واضح من خلال طبيعة المضمون اللي نقدمه في برنامج بداع الجيل، واخترنا أيضا عن التجديد يعود في النقد أيضا من خلال طبعا أحد الأدباء المعاصرين حاليا واللي يمتلك طبعا منتوج أدبي كبير في مجال الأدب الحساني وعنده معرفة كبيرة طبعا خفايا الأدب الحساني والتعامل مع النصوص الأدبية بمختلف مواضيعها وبمختلف أغراضها الأدبية. لذلك وقع الاختيار على الأديب والناقد محمد الأمين والأحمدية، وكان فعلا طبعا عند حسن الظن الذي أولته إياه الإدارة العامة لقناة الوطنية ممثلة في شيخنا والإمام المدير العام، وأيضا أثبت أن التجديد في الناقد قد يصاحب أيضا التجديد في المضمون والتجديد في الشكل اللي تميزت به مسابقة برنامج بداع الجيل. طواقم تصويرية كبيرة سخرتها قناة الوطنية لتنفيذ هذه الفكرة، تريكاستر من آخر طراز أيضا وضعت تحت خدمة برنامج بداع الجيل وخاصة بالبرنامج، أيضا الإضاءة وسخرت لها جميع الجهود، وكان على رأسها مهندس من أكبر مهندسين الإضاءة في قناة الوطنية وهو المهندس علي الشيخ والكوري. الشيخ باي من أكبر المصورين في قناة الوطنية وسخر أيضا هو الآخر طاقمه التصويري لتصوير برنامج بداع الجيل. معناها عن إدارة قناة الوطنية ما بخلت شيء من حيث الفنيات ومن حيث التركيز على البعد الفني عنه يوخل بشكل جيد. ما ننساه أيضا عن الصوت كان ممتاز في جميع الحلقات، وذاك بفضل طبعا جوليان المهندس وأمادوبا مهندس الصوت، وهم من خيرة مهندسي صوت في قناة الوطنية. نشكر الإدارة العامة لقناة الوطنية على هذا الجهد. الشكر أيضا ما نقدر ننساه منه نهائيا بنك التنمية والتمويل الإسلامي، هذا البنك اللي تبنى الفكرة ماديا وتبنى أيضا جوائزها اللي تقدم للمتسابقين صاحب المركز الأول والثاني والثالث، ودعم الفكرة بشكل مادي، وحضر معنا في مختلف الحلقات السابقة أيضا المسؤول عن البنك هون، أحضر معنا في برنامج بداع الجيل وكان يرافقنا في هذا البرنامج، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الجهود الجبار اللي يبذلوا معنا. ونذكروا بعلن بنك التنمية والتمويل الإسلامي ما يقدم خدمات فقط في رعاية الثقافة، وإنما أيضا يرعى المشاريع للمواطنين، المشاريع المدرة للدخل، المشاريع اللي لا يترجع لهم بدخل كبير واللي لا يتفيدهم، وطبعا يمولها ويمولها بقروض طبعا سخية، وهذه القروض متوفرة لمختلف المواطنين دون أي تمييز بينهم، ومفتوح باب البنك أمام جميع المواطنين من أجل الاستفادة من هذه القروض، وبإمكانهم طبعا التواصل مع البنك خلال الأرقام اللي دائما تظهر في الإعلان الخاص ببنك التنمية والتمويل الإسلامي. الليلة مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من دور ربع النهائي هذه المسابقة، مسابقة برنامج بداع الجيل، لا نعود إن شاء الله مع تنافس قوي ومحتدم، مجموعة قوية من خلال الأدوار السابقة، من خلال الحلقات السابقة ثبتت مدى قوتها في الأدب الحساني وثبتت مدى جدارتها وتمكنها من ناصية طبعا النصوص الأدبية ومن ناصية المشاركات الأدبية في هذه المسابقة. وطبعا الليلة هذه المجموعة مجموعة قوية من خيرة
طبعا المسابقين اللي شاركوا في برنامج بدع الجيل، وقدم لها موضوع ايضا قوي هو الاخر، هو بر الوالدين، وطبعا توجيه في الادب الحسني من خلال بر الوالدين، طبعا زائد تضمين مثل شعبي وبطبيعه الحال الجناس. لا نشوفوا الليله نصوصهم كيف كانت، كيف تعاملوا مع هذا الموضوع اللي قدم لهم من بيت النقد، شنو كانت طبيعه ابداعاتهم، وشنو الفرق بين قرائحهم الادبيه. ذاك هو اللي تنعتنا نصوصهم اللي لا يشاركوا بها معنا في حلقه الليله، واللي نشوفوا على مسرح برنامج بدع الجيل بحول الله. ما ننسى ونقولوا علينا ان شاء الله يصاحبنا الابداع، يصاحبنا ايضا الامتاع مع فقره مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في كل ليله يرافقنا فيها مداح من المداحة، أصحاب الحناجر الذهبية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الأصوات العذبة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليلة اللي يقعد معنا مداح أيضا متميز ومبدع في هذا المجال، وهو المداح مبارك والسالك اللي نرحبوا به معنا برنامج بدعه. فقرة ضيف ومسيرة هي فقرة نعكسه من خلالها ونوه فقط بهذه الفقرة، بعلنا اخترنا نسموها ضيف ومسيرة لسبب ما اعتباطية ولا من فراغ، سميناها ضيف ومسيرة لأن لاحظنا عن فم فوضى في التسمية في إطلاق الألقاب يعني بدون أي قيد أو شرط، كل من هب ودب يسمى أديب، وهذا نحن نراه عنه فوضى ونراه عنه ما يحترم المنتوج الأدبي الحساني. لذلك ارتئينا عن الضيف تكون له مسيرة أدبية حتى يكون له وزن أدبي ويكون ضيف شرف على برنامج مسابقة بدع الجيل. الليلة معنا ضيف له مسيرة حافلة في الأدب الحساني، له عطاء كبير في الأدب الحساني، له قدم راسخة في هذا الميدان ومعروفة في هذا الميدان، ومن أسرة أيضا أدبية معروفة في مجال الأدب الحساني. أديبنا الليلة هو الأديب الكبير الشيخ البشير واللي اتفق عمر. مشاهدينا الكرام، لاهينا بقاو مع الفقرة الأولى في حلقة الليلة من برنامج بدع الجيل، فقرة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاهينا بقاو مع وصلة مديحية مع الرائع مبارك وللسالك. تفضل مبارك. النابي زين النابي تمام زين النابي
إذا شكرا جزيلا للمداح مبارك وللسالك على هذه المدحة الرائعة اللي افتتحنا بها حلقة الليلة من برنامج بداع الجيل. ولا هي طبعا نبقاو مع فقرة ضيف ومسيرة في جزءها الأول مع ضيفنا الأديب الكبير الشيخ البشير واللي اتفق عمر. الشيخ البشير ياك لباس ياك خير. مرحبا وسهلا وسهلا. شو ماستي ياك لباس عليك. أهلا وسهلا بكم ما شاء الله في خير. الشيخ البشير صنعة المدح مبارك وللسالك دارك، واحنا دائما نفتتح بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما يفتتح به هذا البرنامج. نختار ونبدو معاك بنصوص مديحية. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. أراني شاكر قناة الوطنية على هذه الاستضافة. اللهم صل وسلم على أشرف الخلق. نمدح معطى مولانا رسول الله يوني، هو سيد الأمة وأنا مسلم مولانا ومغني. ومغني هم بعد ما هو معناها علي أنا مغني، اللي أنا منين عود نمدح النبي نشك عما خالك حد غنى مني. قدمنا اللي نتخمم عني بعد، ولكن معناه نمدح رسول الله، نتمل لا نمدح رسول الله. هنا طلع من المديح للشاعر الأديب أحمد والشرف، استوقفتني كثيرا هذه الطلعة. جيله لليوم وذا معلوم، عاد من الوسيلة محروم، بالجاه وذا ما هو مفهوم عندي بعد، ولان إلهي نرضى وحامد للقيوم اللي متوسل للهي يصلح لي همي فر اليوم بجاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وحد ام اللي ذا فصل الحق فاقعت وقولت بجاه رسول الله يطرطق بجاه رسول الله. الله يمزنك محمد حد في شكره ورد تخمامه يسوى ما بعد، يعرف عنه جابر مقصد والله، ثم والله عن شكر الخاطي محمد ما نلفت فيه انتباهي، محال عنه ما نرفد محمد شكره تنزاهي، وندور نتمل لا نغبد به الفوق وبيه مباهي، ونعل زاد في كل بلد ونعل مولي بجاه رسول الله، لا نعد من ذاك اللي عنها ناهي، وحد مولي ذا فصل الحق فاقعت وقولت بجاه رسول الله يطرطق بجاه رسول الله. وبعض من الناس اليوم اللي ينهى وبعض من الناس اليوم اللي ينهي عن جاه اللي علم لنا عز وجل عن خلقها، وذي ماهي لاهي من قد تخلى لا ناهي ولا منتاهي عنه، ويدور لا ولا يفهم ذاك، ولان إله يكون قبال مسب على كانوا يتفايض بجاه رسول الله، لعل يتهم عني عنها ساهي، وحد أم اللي ذا فصل الحق فاقعت وقولت بجاه رسول الله يطرطق بجاه رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الخلق. شيخ البشير، التوحيد من الأغراض زاد هو الروحانية اللي مهمة واللي ضروري عنها تم لا ينقال فيها حق. عندك نصوص في التوحيد؟ والله والله يحكي نص في التوحيد للمرحوم رحمة الله عليه، يقول حاج لك دهرك في العسكر واستطفيل، ودهرك في ندر ذاك مني، ودهرك الأخر سابق ذاك احنا في نجرميل ذاك مني، وسهوة البحر عاقب ذاك وعمان السي، فكر يا ولد شفق عمر وعرف عنك ما تطفي، خاض عليك الصبح وول وخاض عليك الزوال قبيل، يا لطيف العصر صلى ولا تقدامك الله يمزين ذا رائع. برنامج بداع الجيل الحقيقة برنامج رائع تماما، رائع شكلا حق حقه مضمونا من التقديم ومن النقد ومن المتسابقين. أنا تابعت منه حلقات وفي الحقيقة كان برنامج رائع رائع تماما، من أروع البرامج اللي حق عن الساحة الأدبية قاعدة ضرك فاصلة في النوع من البرامج به اللي كانت راكدة ساحة سياسية ساحة باطل الأدبية سابق هذا البرنامج. والحمد لله أنا بعد تابعت منه حلقات وعرفت عنه من أروع البرامج، لا صدق حتى من قد النقد ومن قد سمعت نصوص المتسابقين هم اللي كانوا على قدر ما شاء الله المستوى ما شاء الله، هم شباب الحمد لله ما شاء الله قرائح وزينين، حتى وذا اللي يقول من الغنى زين هم اللي عليه. شغل بشير فما واحدين عياو يقولوا عن فما مدارس أدبية، ظهر لك عن فما فعلا مدارس أدبية والله لا تنوعته فقط في ذراء في الثقافات الأدبية. شوف حسب كل جهة الناس فما تنوع، على كل حال هو اللي قاع حقيقة، غير ما اللي فما مدارس على كل حال كيف زر الإله اللي هو زر القبلي، فما مدارس يقولوا عنهم، فما مدرسته المير وفما مدرسته قيدي وفما مدرسته البوبان
في المدارس على كل حال لا 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 يستخالف الا في الطابع وتو على كل حال اختلاف وجه الاختلاف اختلاف لا 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 في الطابع دائما في الطابع هي لا في الطابع والله جيد جدا. اذا شكرا جزيلا للاديب الكبير الشيخ بشير الاتفاق عمر شكرا جزيلا ضيف شرف حلقه الليله من برنامج بدع الجيل. مشاهدينا الاعزاء لنبدو طبعا سباق بين المشاركين في حلقه الليله من برنامج بدع الجيل ولاهي نستمع لنصوصهم في بر الوالدين في البتيت التام مع تضمين مثل شعبي ومع ايضا وجود محسن الجناس في نصوصهم الادبيه. لاهي نشوفوا طبعا مدى ابداعهم في هذا الموضوع اللي هو بر الوالدين ونشوفوا الآراء النقدية اللي تقدم لهم في بيت النقد. نفتحوا فقرة بيت النقد. مرحبا محمد رميم. مرحبا حياك الله زميل حسن. ياك لباس ما شاء الله الحمد لله وحيا الله الضيف و طيب المتميز البشير والمداح كذلك والجمهور الكريم. بداية اسمح لي انتهز هذه الفرصة هذه الليلة العظيمة من شهر رمضان المبارك أن نرحم وادعوكم كذلك للترحم على الإمام العلامة محمد الأمين والحسن إمام مسجد الشرفاء رحمة الله علينا اللي انتقل إلى رفيق الأعلى اليوم و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح الجنان ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعلينا عليه. كيف شرط تنافس في البتيت لأن الحراش والله البتوت الحرش إن شاء الله خاضع لهم المتسابقين خلال الأدوار الفايتة وعليه كان هذا الدور ربع النهائي إلا في البتيت التام وكل مرة فيه محسن وهذه المرة كيف الشرط المحسن هو الجناس والموضوع هو البرور وأعظم به من موضوع موصول فيه اليوم كيف يامس وتو فمي شارصة اختارك تسمح لي شوي لحسن نقولها الله سابق يجو المتسابقين فم ذلين قالوا اتهامات توجه ذلين قالوا طبيعة بيت النقد وعنه ناقد واحد غير المفارقة عن هذا الناقد الواحد عاطي الحق للمتسابق ومحترم أنه عنده حق الرد وأنا قد قبل ما نعطيه من صلاحياتي مثلا عن قد المتسابقين ما نعطيهم حق الرد غير طبعا اخترت اولا نعت عن النقد ملاهمه الله قاعد يعود فيه العوام وبشر الصديق حق ما يبشر ذيك تهكميه لان هو الناقد اللي عاد واحد بشر ولا عاد 20 يتم لا بشر ما هو نعود واحد بشر وتو مثلا البشريه تطلق عليه يسوع 20 يسوع عاد النقاد 20 لا يتم لا بشر لكن ما يعدلهم ملائكه بالتالي نختار كنت كيف شفتوا كيف شاو المشاهدين ناقد واحد عاطي الحرية فيه على مرتين والله ثلاثة يصحوا لي المتسابقين وهذا ما هو مكسحني ولا هو شيء عندي ونقدموا لنا حكمه عندي من صلاحيات اللي المتسابق قد ما يقول كلمة ونقدم لين نعود لين نتهموا بها والله مثلا نجي عليها كيف البول محفوظ صحح كلمة وضحها واضحة جزا الله خيرا نقد مثلا نطيحه أنا عندي أنا هون وحدي نقد نطيح النبغي ونقد نطلع النبغي ها مثلا من صلاحياتي كاملة يا قيرانة هون خرص جانب مولانا هو الأول وعليه المتسابق ما يجي عطي حرية مثلا عنه يعطي رأيه في شيء لو ثابت لأن أنا ما أنا قطعا عن الذين قالوا البشر الصا كامل ما هو قاعد عند النقاد البشر كامل أفضل منه الأنبياء وسليمان عليه السلام نعت له وجهه مثلا
طير لا طير وجهه تفقد الطير قال مالي لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين أو عذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا كلام طير سليمان عليه السلام. شو قال له سليمان؟ قال له أنت طير وما يعنيك وأنا نبي. قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. حتى أنا مليهون المتسابق محترم أولا كمتسابق وما هو دابة ولا هو حيوان وأنا مالي سلطة عليه عني كم من فمه ما يتكلم ما هو عندي يقير مندي ذا كامل ولا في حيز الاحترام والمسؤولية وقلة الأعظام بتاعي المتسابقين عاطيهم إذا نبهوني ما هي شيء عندي يقير لا هي سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين التنبيه يعود صواب ويعود خطأ يعود صواب كيف ذاك اللي قاله البو كيف ذاك اللي قاله العبد الودود قاعد يطاح في الدور الأول يواجعه وكيف ذاك اللي قاله طفل الحلة هذا الصواب خالق تنبيه ما هو الصواب كيف ذاك اللي قال المختار السعد عن فر تفيد النفي فر ما تقدر كرسع وحدها قاع النفي أدوات وكرسوا حدهم ما أنا الله ما أنا يا مكة بدأ هذو كلهم تقدر توقفوا حدها وما كلمة لا بدأ لهم تبنبا علش ياك تنقال ما رأيت فر ما أنظر فر لا بدأ لهم تبنبا ياك نقال عنها النفي لاك ما ممكن النفي ما لاك نبته هذا فقط اخترت نشر له الأحسن واسمح لي لأن طولت عليكم المشاهدين وأتمنى التوفيق للمتسابقين. شكرا جزيلا محمد رمين، شكرا لك، نشكرك طبعا على الجهود أيضا القيمة اللي تبذل معنا في برنامج بداع الجيل بجانب النقدي. لهي نفتح الآن المجال أمام المتسابقين من أجل عنهم يتقدموا بمشاركاتهم حول موضوع بر الوالدين، هذا الموضوع المهم واللي اخترنا في شهر رمضان المبارك عنه يحضر من ضمن المواضيع اللي يناولوها المتسابقين. لندعو المتسابق الأول معنا في حلقة الليلة من برنامج بداع الجيل وهو المتسابق عبد القادر والهمر الملقب بادر. حالك يا لباس علي؟ مرحبا ما شاء الله ياك خير ما شاء الله. وش حسيت مع الموضوع؟ لباس عرقك ولا ما عرقك؟ لا لباس بسم الله بالتوفيق. بسم الله شركة تقول مثلا راهو يقول لحن من المكة هي يقول لنا ذاك اللي تقول المشاركة انت ما تقدر تمتافق قناك عندي انا خلي مذكور عليه حن لا خالق قطعا حد حن له في الظن ومونك وعدل واليم من لم له في الحسبان وسوف الحنان تفنن وطلع صميت عنان فدان نعم ارفع صوتك شوي وتحنك شوي انت في ربع نهائي وعلي تفلوات الاولاد انت مشيت لي هون حن لا خالق قطعا منه والله منها حد الصقاع حن أي تابلو تجال هذه تابلو تمشيتنا كان أصلا منها والله منه ذاك خبرنته يارثت عودي تاليستان يارثت عودها قرأ النص بطريقة اللي مشيتنا طريقة اللي مشيتوا بها أحن لخالق قطعا منها حد الصقاع حن ومونك وعدل واليم من لم ولاه بالحسبان وسوف الحنان تفنن وطلع صميت عنان فدان ولا تحتاج مولي لحلوف ولا هي قورة حسان اللي حن وهذا معروف من لما راه ولك ها طيب تفضل محمد رمين حياك الله عبد القادر مهنئك بعد قاعد الوصول للمرحلة المسابقة أحن لا خالق قطعا انت جاي تمهد للمذل أحن لحن من لم كهان غير الطريقه اللي جبته هو المثل اصله لحن ذيك الطريقه ذاك النطق الصحيح والله ملي لا تقول اللي حن قال ذاك لا يعود تعكلي شوي احن لا خالق قطعا منها حد الصقاع حن منها
لأنك طبعا هون دا يتشير اللوم دا يتجيبها غير كنت يالتك تجيبها بطريقة ما هي طريقة جبت بيها. أحن لا خالق قطعا منها حد الصقاع أحن ومونك وعد الوليان من لوم. قلتك من لوم هون من كابية منها قبيل قلت اخترق بي تقول لوم وتو تجاوب فاهم تقول لوم وتو أحن لا خالق قطعا منها حد الصقاع أحن ومونك وعد الوليان لوم كان يعني تعود مثلا يفهم بعد من لم مستوي كافيه منها من هالقبيل وصفه في الحنان تفنن وتلصمت عنان وفدان ولا تحتاج مدي الحلوف ولا هي قولة حسان اللحن وهذا معروف اللحن هي ما يحن حن ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي في الحسانيه يعني عاد ما يقول لك حد اخر عنها خارقه احن احن كنت يلا تقول اللي أحن تشوف الطريقة اللي تجيبها بها من لما راهو لك كهان مثل أنت هون جبت عشرتي في الوقت من البتاية التام جبت مثل شعبي قطعا ويخدم النص يغير فمشي ما جبته لا ينقصوا القاف مخرج عبد الله يطرح وقته بالك الوقت زين غناك عبد القادر نعم استاذ زين غناك ولا قط دناس يبادل والخلق عجبته زين غناك ولا قط دناس يبادل والخلق عجبته يا غير الا خالق جناس ما شفتك في الطلعه جبته الله لي مزيان زين غناك ولا قط دناس يا بادل والخلق عجبته يا غير الا خالق جناس ما شفتك في الطلعه جبته ولا يبدا راهو بدا كاع عندك هذه الدقائق ياسر من الوقت رجاء من الجمهور مساعده زملائهم ب صمت جزاهم الله خيرا حاج البنباري خلي عنك الرد في ذا الوقت دقيقة ونص مشات مازال دقيقة ونص ذاك الجناس تغزيت فيه وخارج ذاك لقيتو ذاك ما اسمع ذاك الجناس ذاك الجناس اللي غزيت فيه وخارج ذاك لقيتو فيه الصغيران يا غيرانس فيه ذاك الجناس اللي غزيت فيه ها وخارج ذاك لقيتو فيه وخارج ذاك لقيتو ايوا فيه زينة وفاق ذاك الجناس زاد مول عني ذاك الجناس اللي غزيت فيه وخارج ذاك لقيته فيه وفاقد ذاك الجناس فيه وفاقد ذاك الجناس
ايوا ذاك الجناس ولا هباس ها ذاك خارق ذاك الفي ذاك الفي لقيت خارق ذاك خارق ذاك توف لقيتو ايوا فيو فاق ذاك الجناس عني زدانة ما جبتو زين زين فيو فاق ذاك الجناس عني زدانة زين حتى عني زدانة ما جبتو زين 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 ذاك الجناس ولا هباس خارق فيه توف لقيتو ها زين خارق فيه توف رجلته فيه وفاقد ذاك الجناس عني زدانة ما جبته جاوبت قطعا جاوبت عبد القادر جاوبت اللي سولتك عنه قطعا غير بدلناك ما جبته زاد وكيل جناس غير عموما بعد جبته في الوقت قطعا المطلوب شكرا لك تقيت تجلس راهم المتسابقين نختار بعض شوي نبرد لهم طمأنهم قلوبتهم شوي عن قلت ذاك اللي قلت لك الليله باخبار الاقلم وقلت ذاك اللي الاجود قد مالنا مثلا مالنا حارمينهم مثلا منهم يبغي يقبل اقلم منهم يبغي يقبل فيتر معاه ما مثلا مالنا محرجين عليهم ذيك الناحيه المهم لا يجينا قاف في الوقت اللي ندوره طيب شكرا محمد رميم شكرا المتسابق عبد القادر والهمر المتسابق الاول معنا في حلقه الليله من برنامج بداع الجيل لهنا بقاو الان مع المتسابق الثاني في هذه المجموعه السته اللي تنافسوا الليله في الحلقه من برنامج بداع الجيل يتنافسوا من اجل صعود لنصف النهائي من البرنامج يعني النصف النهائي او المربع الذهبي سابق طبعا النهائي اللي لاهي ايضا يتنافسوا فيه خلاصه الخلاصه وصفوه الصفوه من هذول المتسابقين بحول الله اللي نبقاو مع المتسابق الثاني وهو خليل ولد درويش لو تش حالك يا لباس مرحبتين وسعدت يا خير بارك الله ايش طاري خير ما شاء الله هو تفضل بالتوفيق شكرا طلعت تقول تقول البرور من احسن الامور ها تفضل قلتاش محمد رمي هذا حرج قعدت عندك مستحضرها تفضل البرور من احسن الامور ومن اسم الأمور البرور ولا هوية الأمور في صور والإحسان الدرجة ما تنهان والإحسان الدرجة ما تنهان وطلوع الدرجة والسرور بالبرور والإحسان قران يا ربي في البرور الشيب راسي وفي الإحسان والإيمان ومني من الشلاه الشيب أعمالي يرفيدك لما شكرا الخليل محمد رمين تفضل حياك الله خليل درويش حياك الله أستاذ جبت قطعا طلعة من البتي التام وعالجت الغرض بمحاور الاثنين البرور والإحسان جبت المذل جبت كرسعة وتكرسعة ما خاص لي شيء درجة ما تنهى ماك بعد حق وطلعوا الدرجة والسرور بالبرور والإحسان قران زين عندي عناك البرور والإحسان تميت الله اللي هم باتريهم اللي تباتريهم يا ربي في البرور يشي براسي غزيت اللي ما قلت عنه عن سلة راسك في البرور راني معنا لطلحة يا ربي في البرور يشي براسي وفي الإحسان والإيمان ومني الفيداك الإيمان زين عندي استحضارك للفعل اللي فعل الدعاء بعد قاعد اللي قبلت به واختتمت بالفيداك الإيمان لكن ماذا تعدي ومني مش لاي شيء بعمالي الفيدك لمن عموما ما شفت شيء مشقر عليه قبال لهنجي صوته مباشرة التزمت كيف قلت لك بالثلاثي المطلوب الغرض والبت وعدد تيفلواتن وبالمحسن اللي هو الجناس جبت الشيب والشيب أعمالي والشيب راسي وجبت المذل الدرجة ما تنهال ذاك مضبوط قابضني خليل تفضل تفضل استاذ قابضني
منين لسنت الارتجال أغبى يا الخليل قابضني منين لسنت الارتجال أغبى يا الخليل قابضني منين لسنت الارتجال مخرج طرح وق ها قابضني منين لسنت الارتجال أغبى يا الخليل كانك بدع الجيل أنت والله ما أنك بدع الجيل زين حط زين حط قابلني ضمنين بسنة الارتجال أغبى يا الخليل كانك بدع الجيل أنت والله ما أنك الوقت راهو سنة شهد دقيقة من الوقت زادوا ثنتين ذاك اللي قابلكم لقبة فيه ذاك اللي قابلكم لقبة فيه قابل واحدين يدور يسيل ذاك اللي قابلكم لقبة فيه قابل واحدين يدور يسيل عليهم سيل وانا فيه وانا هو بدا على شيء دور يسيل شنبتها دور يسيل دور يسيل عليهم سيل وانا فيه عليهم سيلو عليهم سيلو عليهم سيلو ذاك اللي قابلكم ما زلت عندك ذاك اللي قابلكم لقبة فيه المخرج الوقت وقف ماله ذاك اللي قابلكم لقبة فيه قابل واحدين يدور يسيل اها عليهم سيلي عندك دقيقة تقدر تقاني إذا مازالك قابلكم لغبة فيه اها قابل واحدين يدور السيل عليهم دور السيل عليهم سيلي عليهم سيل فطنتوا فيه وانا هو بدا على الجيل عليهم سيل عليهم سيل عليهم سيل فطنتوا فيه وانا هو بدا على الجيل فطنتوا بيه عليهم سيل فطنتوا بيه بيه اها وانا هو وانا هو بدا على الجيل وانت هو حبوا هاوزين شكرا ذاك اللي قابلكم لغبة فيه قابل واحدين يدور يسيل عليهم سيل وفطنتوا به وانا هو بدا عجيل شكرا زين عندي بعد استحضارك ضمير الجمع باطن باب الاحترام قابلكم وفطنتوا ذاك ما خاص لي شيء فيه نسبة من الحضور اللي كنت قلت قابلكم وقلت لي فطنت عداك فيه ارتباك شوي في الضمائر عموما اتمنى لك التوفيق متسابق الخليل والدرويش المتسابق الثاني الان اللي نبقاو مع المتسابق الثالث والاخير في الجزء الاول من برنامج بداع الجيل وهو المتسابق التاهل سيدي صالح تقرب من الميكروفون اوكي مش حالك يا لباس مرحبا ان شاء الله بخير ايوا تفضل في البرور الى قام وراك وفي البرور الى قام وراك وفي الاحسن الى قاج وراك يعود الى ذاك وعافاك الاخبار لا تبقى في الدار وعلم عن عز الغير بهاك وكل نهار ملي ينهار وعز الوالدين بضر الشراعي وصحة الاخبار ما ينهار ومتباعد شي نهار ماشي
تفضل محمد الأمين. تباعد شي ماي نهار مع شي نهار. ها؟ تاع. عني الجواب. نعيد عليك حكايته. تاع. نعم. متباعد شي نهار مع شي ماي نهار والله ما شي ماي نهار مع شي نهار مثلا ني هما وقع لي واحد كامل. غريهم. لا نعيد عليك حكايته أنا ما كانت بزريحتها. يا وعيدها. أوكي. تفضل. في البرور إلى قام وراك وفي الأحسان إلى قاج وراك يعود إلى ذاك وعافاك الأخبار لا تبقى في الدار وعلى معنى عزل غير بهاك وكل نهار ملي ينهار وعزل والدين بغرشي راعيه ويصحة الأخبار ما ينهار ومتباعد شي ما ينهار مع شي ينهار واضح أنت حياك الله حياك الله أراني نسيت قبيلة كنت نقول متسابقين عني الليلة ماني عاطيهم مجال الكلام لان عتوتوف هذا راه لا الليله واذا بعد ما انت قبلك تشي عليه تا لا تخلع بعض لا تشك عنك عندك بيع علاقه غير لا لان عت شي من الناس عني عندي صلاحيات لا بغيت نشق عليه ولا بغيت ما نشق عليه شيخ فيها مثلا المهم عن الليله ماني سامح المتسابقين بالكلام كون في اطار النص والله حد شي سولته عنه في البرور إلى قام وراك وفي الإحسان رقاج وراك يعود إلى ذاك تقديم الكلام في البرور إلى قام وفي البرور والإحسان إلى قام رقاج وراك يعود إلى يعود 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 وراك إلى ذاك مثلا يعود وراك مثلا عقبك من الوراء مثلا خلف وعذاك زين عذاك في بلده هون الأخبار اللي لا تبقى في الدار ذاك انت زين عندي فيك روايه عنك ما قصرت الطلعه الين جبت جناس ومذهب هذا صراحه جيد واعلم عن عز الغير بهاك زينه بهاك فيها نوع من الاستخفاف شوي واعلم عن عز الغير بهاك وكل نهار ملي ينهار عماك تمهد لذاك اللي جبت من تالي وعز الوالدين بغرشي راعيه وذي صحة الأخبار ما ينهار ومتباعد شي ما ينهار مع شي ينهار استغربت فقط أنا ماني مثلا انتم إن شاء الله عاطين عليه 24 ساعة طبعا فيها ساعات من رقاد نعرف عنهم مجيبتك الينهار في الطلعة جبتك الينهار في الطلعة عندك كلمة كبيرة قاعد تجيبها نعرف عنك لا ما ركزت عليها عندك كل نهار عندك كل نهار ملي ينهار قاعد قبيل تقول ينهار ملي كل نهار قاعد تقول وعلم عن عز الغير بهاك ينهار ملي كل نهار وعز الوالدين بغير الشراعي وذي صحة الأخبار ما ينهار ومتباعد شي ما ينهار مع شي ينهار عموما النص جديد شنو هو طموحك يا تاه؟ في جوائز بالداع الجيل شنو هو طموحك يا تاه في جوائز بالداع الجيل؟ ذوك اللي عاطيهم معطاه بنك التنمية والتمويل زين شنو هو طموحك يا تاه؟ في جوائز بالداع الجيل ذوك اللي عاطيهم معطاه بنك التنمية والتمويل وهذا ترويج ولا هو مجاني بيه اللي ما شاء الله عاطي جوائزكم انتوما مداح رانك لك على الهواء
راجع عني وبهذا جاد وبهذا جاد راجي راجع عني وبهذا جاد راجع عني وبهذا جاد ونفوز في ذا بداع الجيل نفوز ذا بداع الجيل ولا مستحيل ما اللي زادها كامل عند الجليل بلا ولا مستحيل ما اللي زاد هذا كامل عند الجليل تلبات ثنتين ما عرفت سمعتهم علهم اليوتيوب التاليات والله الاولى ايه تاليات ولا مستحيل ما اللي زاد هذا كامل عند الجليل ولا مستحيل ما اللي زاد ولا مستحيل ما اللي زاد ايه هذا كامل عند الجليل زين حتى زين حتى عند الجليل هذا كامل عند الجليل الله ينزل راجع عني وفي هذا جاد طبعا جاد ذيك الدال هي ودال زاد بالارتجال قلت حد لا يتخطاهم هذا ما يسر اخبارهم راجع عني وفي هذا جاد نفوز بداع الجيل ولا مستحيل ما اللي زاد هذا كامل ولا مستحيل ما اللي زاد هذا كامل عند الجليل اتمنى لك التوفيق مرحبا بالتوفيق للمتسابقين وشكرا جزيلا لمحمد الأمين ولأحمد ديف بيت نقد برنامج بداع الجيل على طبعا آراءه النقدية وعلى قليعت شقارت نصوص الأدبية اللي شاركوا بها المتسابقين في حلقة أو في الجزء الأول من حلقة الليلة من برنامج بداع الجيل متواصلين مشاهدينا الكرام مع برنامج بداع الجيل متواصلين مع هذه المسابقة الأدبية اللي نحاولوا من خلالها نفض الغبار عن الأدب الحساني وتقديم المواهب الأدبية في مجال الأدب الحساني بشكل أروع وبشكل أجمل من أجل أن يوصل منتوجهم لطبعا المختلف المشاهدين بحول الله مشاهدي قناة الوطنية اللي نبقاو مع وصلة مديحية مع مداحنا الليلة المداح مبارك ولي السالك اللي نرجع عقبها للجزء الثاني من فقرة الضيف ومسيرة مبارك
أضر ما توب ويا ربي ما عده.
عليك الصيادات المدحة الرائعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين مع برنامج بدع الجيل. مازلنا لهنا نرجع لفقرة ضيف ومسيرة لأديبنا الكبير الشيخ البشير والاتفاق عمر في الجزء الثاني، لكن بعد فاصل قصير. هذا البرنامج برعاية التنمية والتمويل الإسلامي Development Finance Islamic كاتيجوري BDFE الإسلامية، هي بل التمويل وبل التنمية. DFE تجعل أحلامكم حقيقية. DFE توفر لكم التمويلات التالية: تمويل احتياجاتكم الاستهلاكية، تمويل السكن، تأثيث منازلكم، تمويل الورشات الصغرى كالحدادة والنجارة ودبو بريك، تمويل المشاريع الزراعية، تمويل اقتناء السيارات، تمويل الرحلات العلاجية، تمويل الحج والعمرة، تمويل العطلات الصيفية، تمويل المحلات التجارية، تمويل المطاعم، تمويل محلات الهواتف، تمويل اقتناء زوارق الصيد ومؤونتها، تمويل المسمكات، تمويل المجازر. كما توفر لكم العديد من الخدمات، من بينها تحويل الأموال بطريقة سريعة وآمنة. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا في المقر الرئيسي على شارع شارل دي غول أو على الأرقام التالية. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج بدع الجيل، وفي الجزء الثاني من فقرة ضيف ومسيرة. شيخ البشير، يا أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا وأهلا. شيخ البشير، البكاء على الأطلال منين نستحضروا هذا الغرض؟ نستحضروا لحمد يورا شرخة والقريش من مقاد مجبل عظيم على العريش، قطيت أنا وأغلى الأغياد بطشنا فيهم كل بطيش. البكاء على الأطلال عندك عنه عاد اليوم متجاوز حق البكاء على الأطلال؟ الغرض هو ما يقدر يتجاوز ذلك، اللي وقع أكثر هو وقع على ذلك. اللي بالنسبة لي شو الناس يقول عنه ما ترى خالق، هو الخالق قاعد الله هو به. اللي إذا كان مش من الأطلال الناس أصلا تبكي على الأطلال، لا بلد أصلا تعرفوا ما ترى خالق مطار نواكشوط طلل، وهنا طلع في البكاء على الأطلال حديثة شنبتها لزميل عندي قالوا عبد الفتاح يقول سبحان الله الذي داره الحسن عادت تندار ما ترى بها ظرف الديار النزال، وعادت في الضيق عاقب الوسع، ورحال عمار سبحان الله بلا بوتي قتلت ورا عنده الأخبار والله يبقى فيه الدقديق، سبحان الله وقل البرد، وعادت في الزريبة تولي قيق طريق على قبلة، والغرد عادت فيها على شرق طريق زين حتى. وهذا من اللي بيّنوا عن البكاء على الأطلال الحديث، لا تم خالق به اللي ما دام الأطلال لا مازالت خالقة سادة، لا تم إن درس طلال مولي فيها رقاش وعود يبكي على على ذوك الأطلال. أنتم عندكم فيه منتوج في البكاء على الأطلال؟ اختاروك سمعنا منه شي ليلة ماني له نعود نستحضر قبال شي فيه غير حكمنا. عندي نحكي لك يلا لي هذا من تشواش البال، ويا هذا ذي النوبة من تليع القلب وتوحاش الريم وكثرة العطوبة، يا العقل تخطيتي نجيك ذوك فريقي جواج شبيك مكان أصلا بعد معسرك ولا وساها مكتوبة.
وصرتهم يا العقل مغنيك مجاز ولاهي مندوبة وصرت عقبهم صرت تكذيك عني بعد اللي مزغوبة حر يشوفه لا يقطع بيك جماعة وغريد وطوبة يقلعك يا كانك كتلوك الفقاع يا كانك حكموك عن طربك يا كانك سلبوك من فقدك عادت معطوبة الأخلاق وعادت يقلع أبوك أخباره عنك محجوبة والاسقام تبان شبيك شبوك تتقارب عادت مسروبه يلا لي انا متشواش البال ويا ذي النوبه من تلياع القلب وتوحاش الريم وكثره العطوبه طوبه يلا لي مزين الله لي مزين الله لي مزين من البكاء على الاطلال يقول محمد المتين من علبه الازرق حد على فمه قل وقل على تنتقل ما يلحق حد افطن عن ذاك يوعظ المتين ما نسميه تليت ولا نسمي تنتقض وأني يتكافيني في التلي شاريت لهم بالنيل فيهم حظ وليان وذاك من نعيت العزة كامل متمقرض المتين حاسي في التعدال يشابه له عندي محال وتنتقض زاد بذيك الحال ما أنا الله ما هي قاع قل وهذا وقت أنه ما ينقال تتكذب فيه وتغمض وتقول أنك تارك تحجال المتين والله تنتقض أصلت روح أنت الدلال لجنة مروحة بعد بيض الله يزينك محمد الغزل زاد هو لا الله نعطاله ما الغرض زاد هو لا غزل من لا غرض زاد هو من الأغراض هو شفت هو الشيخ البشير خالق من الغزل وهذا يقولوا الأدباء والباحثين اللي مصرح وخالق من الغزل اللي ما هو مصرح يقولوا عن شبه ذاك اللي ما في تصريح لا شبه ذاك اللي ما هو مصرح به اللي من قد كيف طلعت لديب قولي لي منك ما ظنوك شكيفت مرياك مع ابوك والقمان اللي فمي جوك اللي ما قطوا عنكم مرقو وانا الشيباني عند بروك في الحيط والوقوف في درقو انت لفظك حد الحنوك وجبارك مغلوقة طرقو امك ما يمرق عنها ابوك وانت امك ما تفترقو حيط اهلك اللي مجيب زاحل من تل ومن قبله فرقو بيه حيوط الناس وساحل مغلوق ومغلوق الشرقو هذا من قلت التصريح في قلت التصريح في الغزل قلت التصريح في الغزل زين نحكي لك طلعهم في الغزل ما هي زاد هي انت عنها مصرحة حتى هذا من العصير إلى تم بذي الحيل وتم مقتم ما قف مداكن يقدم شوري وتباعد ودانا وصلح وتقارب وتحزم وخسر وتفرق وتقانا وتلاحق يسبة الهلاك في بلد لما طموا لنا عن جات أصحاب ولا هذاك يعود الصيف عليانا يا الله لمزين بي الله لمزين بي فما طلع في الغزل يقول سيدي يا له الدار نعرف حد في شطنه بعد عن حد وما الضمارة رد عنه دهر طويل ولا قد به الشطنه والبعد يجي يتوحش ذاك الحد شد التوحاش وتنظن عليه غير انا ما نعرف حد يتوحش حد يراعي فيه راعي فيه الله على كل حال فما قدر من الغزل عاقب الحمادة والصبطي والمقارنات والحدادة شوفني الأغراد مبطي وشايف وعليه بقادة يطلع المرحوم رحمة الله عليه عاقب الحمادة والصبطي والمقارنات والحدادة شوفني الأغراد مبطي وشايف وعليه بقادة بتمني أتنقيس تراب في القبلة ونولي الأحباب في القبلة ينين نشوف علاب في القبلة ما في الحمادة ونجبر الحد عنه غاب وتولي روحي منقادة للفتوة ونجيل نحاب نعرف منهم الإفادة ونشوف كتاب ذهب وخرابها وفاير ونشوف قلاده وش ما ذاك نشوف التركاب وحفاير ونشوفه قاد الله لي مزين ذا الله لي مزين ذا الله لي مزين ذا طيب انت هذا الغزل ما غا تفرق عندك الغزل على كل حال يقول المرحومة أنا أمتها وعليات جانا صانع فيدوشيات يتقرهم وقلاب ولا تبالينا بهم في تماكيس غير متهذ اللي وسات في رجلهم ما وشي مقيس قبضت الأقلاب ولا شفرات هي بيها متنة والسيس لا دارت متواطات عبد الله الدحميس الله لي مزيد الله لي مزيد ويقول بالدال والسيدي ميلة خاصم تليل وعاد ليلة سبت الأوجاد وتما غنيتي لراد في مغني كواني عني حزمين زاد وحفي جماني دار به العرات تحذر من تلقاني ونسيت أظهر إلى غراد يلا لي منساني وتفو بالحازمني وتفو ما مغلاني وتفو ما خاصمني وتفو ما حيفاني الله لي مزين الله لي مزين الله لي مزين هذا رائع شكراً جزيلاً للأديب الكبير الشيخ البشير واللي اتفق مرة ضيف شرف حلقة الليلة من برنامج بداع الجيل زنينا رجعوا له في الجزء الثالث والأخير
من فقر الضيف ومن السيارة بحول الله. لهنا رجعوا الآن البيت نقد، ولهنا رجعوا للمتسابقين الثلاثة اللي مازالوا معانا، ولهنا نشوفوا طبيعة التنافس بيناتهم على بطاقات العبور شور نصف النهائي شور المربع الذهبي لمسابقة برنامج بداع الجيل. لهنا ندعو المتسابقة رقم 4 وهي المرأة الثانية معانا في هذه المسابقة واللي مازالت محافظة على وجودها بين هذو الرجال تنافسهم، وراجين للتوفيق أيضا في حلقة الليلة، وهي سعيدنا من تحمد. الآن تم نعدلوا شوي من التمييز الإيجابي، ما يخسر شيء. تفضلي سعيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طالعة تقول على برك يا الوالد عين الولد باش تغيض اللعين، وانت يا الولد تحل العين البرو، الجنة فمك معقود وفبوك، بشي زين عامل هو بخاسر فمك لا اسمهم يا على صيته بيه وتغلف ابني عمك، لاني محتاجة وصيته حقرك من وصاك على أمك. فضل محمد رمين. حياك الله سعيدنا من تحمد. طلعة من البتيت التام فيها لزوم همك مرتين، والله مرة واحدة لزوم، مرة واحدة يا كمان لزوم همك جبتيها مرتين. جبتي المثل الوصاك على أمك حقرك، غير الطريقة اللي جبتيها بها فيها تشوي شوي درنجوها. على برك على برك يا الوالد عين الولد. سعيدنا الوالد، احنا قابلين قاع المستويات بين الرجل والمراه داعين له، يقل المستويات بين الوالد والولد ما نقابلين. انت بدأتي التوجيه والنصيحه والوصيه بالوالد بعد قاع عنه مستندف هذا، علاش؟ رحم الله من عانى والده، رحم الله والدا عانى ولده على بره ولده. وهذا الحديث ضعيف بعد قاع رتبته، راه والدك ضعيف. وليه عاد ضعيف؟ خالك شبع صريح ولا ينعد. ووصينا الانسان بوالديه وقضى ربك ان لا تعبد، ما يوفى ما يعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ما يوفى. صريح الأمر الرباني للولد برور والديه بصريح، ما هو حديث قاعد ضعيف. هذا كنت مثلا ما كنت، كان عندي شوية المضمون بعد قاعد كان عندي شوية ما كنت إن شاء الله ما نقدر نقول لك عن صباوك الوالدين. يقير كونك تبدي، نحن نتكلم عن البرور، برور ما هو برور الأولاد. الأولاد ما معدين شقاء الأولاد، البرور والدين اللي رفضوا لأولادنا عادوا رواقج وعادوا شوابين. وكم اللي ولذلك من 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 حكمة الله سبحانه وتعالى عنه ما وصل والد على ولده. القرآن 60 حزب طاهرة ما فيها آية توصي الوالدة ببر ولده. بمشي واحد نهي، ثم نهي وتكرر مرارا بخصوص عادة جاهلية كانت خالقة، وكانوا شوابين بيهم الخوف من الفقر، يكتلوا لا يلين يخلق الواحد يشير يكتلوا ما عين على الموؤودة ما يليك ذاك العار ذاك واحد غير، كانوا ملي الواحدين يكتلوا أولادهم خايفين من الفقر. قال لهم الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا هو اللي جاء من الشجاع كخطاب للوالدين، وهو هون طبعا نهي عن قتل الأولاد خشة الفقر والعوز. هذه فكرة مثلا إذا جت نيوتوف كونك تبدئي بوصية الوالد بعد قاع، أنت أعطيتي درجة بعد قاع للطفل الولد ما هي عنده، ما هي عنده. على برك يا الوالد عين ولاك،
في لا يتعديهم ديزيغو، لا يتعديهم مثلا انداد. ما ماني معدت وانداد. عفوا 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 عفوا، لا يتعديهم بعد انداد. تبداتي على برك يا الوالد عين ولا ولا كيف مشيتي لي والولد كيف قلتي سامحك بذلك باش تغيظ اللعين. انت قاع هون اللعين كان اللعين اللاف اللاف الوالد. انت الولد اللي انت توصي معي قلت له باش تغيظ اللعين. غني انت توصي شوابي قلت له باش تغيظ اللعين. هذه قد يعود ما متطابق قبال اران ما متطابق قبال على برك يا الوالد عين ولاك باش تغيظ اللعين. وانت يا الولد حل العين للبرور لا حل العين. ما قلت له عنه مثلا يغيظ اللعين وان كان اكثر اللعين اللي هو الشيطان الرجيم اكثر هو في الولد. الجنة فمك معقودة زين ذاك. هذا إشارة للجنة تحت أقدام الأمهات، إشارة موفقة. وفي بوك ذيك جبتي أنت توف بونيس بشي زين عاملهم ذاك زين مطابق الإحسان. وبخاسر فمك لا يسميهم لا تقول لهما أفين. شتيتي هون أنا شين عندي أنت طلعتك محبوكة وفيها لزوم أمك وأمك حد يتكلم عن البرور ويجيب لزوم امك قطعا عنه ماك حز عن ماك حز عن غرض وتصفيقه حاره لك على امك هذه بعدين مجيبتك لامك مجيبتك لامك بالراوي موفقه عن قصد وعن او عن غير قصد موفقه. يقير فقط كونك تبدئ بوصيه حد ما وصاهم لنا مع الوالدين سبحان الله يقولوا لك قاع حتى المثال المعروف والآثار المعروفة عن المواصي اللي الولد لأن الوالد جبلة يبغي ولو جبلة ما هو خالق قاع للعنز وخالق الناقة وخالق البقرة مردة ما هي قاع سبحان الله ما تعلق قاع بالبشر مسائل البشر الحيوان. بالتالي المواصي اللي الولد حتى يوصي يوصي الولد الوالد ما يوصي. وبخاسر همك لا يسميهم ولا تقول لهم أوفين لك صريح يعلى صيتك به وتعلف ابن عمك لك مطابق وتغلف ابن عمك وتغلط على واحد معنى ما يخسر حد قد يعلى بين من العلو علو المكان يخلق في كل شيء قد حد يعلى صيته ويعلى من اللي بين أولاد عمه مثلا ما لا تخلعك ولاني محتاجة وصيتك ولاني محتاجة وصيتك لازم بيها مولي صيتك. انت بدعتي شكلا في الطلعة ابداع غريب ومضمونا خطي ذاك اللي قلت لك شوي ذيك البداية بوصيت الوالدين هي اللي كانت عندي شوي ما انا الله قاع ما نجاحد عنك عني فقعتي غيرة للوالدين حمية لهم الا كوني كامك تساوي الوالد والولد الوالد التعليق باش تغيظ العين والولد التعليق باش تحل العين حتى العبارات اللي وصفتهم بهم ما هي اللي العكس تغيظ العين وين تقول يا الولد فما قلب الصغير سوى كتاب تسطر في صحائفه خلاله. عموما نص مبدوع الولد ذيك الملاحظات اللي قلت لك مبدوع حتى علاش سعيدنا صنتي المخرج طلع لنا وقعتك علاش وهذه مفهومة علاش وهذه مفهومة الولد والوالد غمر الجد وسيتيهم ند وهما ما وساهم ولا ند علاش وهذه مفهومة الولد والوالد غمر الجد وسيتيهم ند وهما ما وساهم ولا ند.
الولد والوالد والساهم. الولد والوالد والساهم مولانا. الولد والوالد والساهم مولانا. في شي بعد جاي شي ما حصل شي. الولد والوالد والساهم مولانا. قلت لك دقيقة. قلت أنت يا عز النرجة مولانا. قلت أنت. قلت أنت يا عز النرجة. عني قافلة. ها. عن الولد والوالد عد. عن الولد والوالد. عد. عد. عن الولد والوالد. عن الولد والوالد. عندك أقل من 25 ثانية. الولد والوالد والساهم مولانا في كتاب وجد ما هم سيان. هو الوقت هاك ما سمعته. أسف صعدنا. صعدنا من أحمد وفعليك الوقت. للأسف ما عجبتي هدوء شوي جمهور وفعليك الوقت. للأسف ما عجبتي قافك والسبب فيه عنك بدأتي لا تقولي قاف وبدأتي مالي في قاف أخر ذاك تشتت الأفكار يفوت الوقت حتى سنت في رواية لا يوفيها شباله واربح له الوقت. عموما أتمنى لك التوفيق. إذن شكرا جزيلا للمتسابقة رقم 5 أو رقم 4 عفوا سعيدنا من تحمد. لهنا نستدعى المتسابق رقم 5 معنا وهو المتسابق محمد محمود والسيد عمر. تفضل محمد. مرور الوالدين يتسيد به. قرب من الميكروفون ياك. إن شاء الله. مرور الوالدين يتسيد به والأحسان لهم فريد وفيك لهم دين وفيك لهم دين وبه تشيد مرور الوالدين الزين واصلوا وأحكم في حكيم تزيد للوالدين وفرض العين أنك تقضي دين الوالي وعرف عن دين الوالدين أنك تقضي دين الوالدين مرور الوالدين. محمد الأمين. محمد أحمود سيد عمر. تمي لين تعود لي تحكي. تبارك الله عليك خايف من العين. يا قير أنه نوجهكم ننصحكم نصيحة الأخ شفيق خالق مرحلة أخرى ما هي الإنتاج الزين ولا هي فتيل التيفلوات نقال لي اللقاء وتمي لين تعود لي تلقي سمع ذا اللي صنت لك ما تفوت كلمة من ذا اللي تقول ما أسمعها مصك عليه ما عنده علاقة بالنص هذا في الحضور المسرحي. تبارك الله عليك تقول معروف له شيء. شكرا. يا غير ذي رواية ما زلت الحمد لله صغير نختارك تطرحها للبال رأي خالق رواية أخرى ولذلك تعرفوا أنتم عن فيه ودباء كبار سامعين عنهم كبار غير لين يلقوا لكم يحكي واحد منهم عليكم طلعة في تلفزيون الله شيء ما تصنتوا أنتم تعودوا تحفظوا غناهم والعكس كذلك معناها اللقاء ضروري 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 مصي كريم محمد أحمد. نعرف عن عامل الحمد لله حداثة السنة تقعد في ذاك غير تم طرح له البال. ها
لا نختار بعض نطلب منك طلب عنا بداية النقد زين إذا تم يتسمع المشاهدين إذا اللي قال شنو لعلي عود ما سمعوه منه متسابق والله ما وصلتهم الطلعة بصيفتها كاملة. إيه والله برور الوالدين تسيد به والإحسان لهم فريد وفي كلهم دين وبيه تشيد برور الوالدين الزين وصلوا زين وصلوا وأحكم في حكيمة زيد للوالي دين الوالي الله سبحانه وتعالى وفرض العين أنك تقضي دين الوالي اللي هو دين مولانا وعرف عن دين الوالي اللي هو مولانا وعرف عن دين الوالي دين وأنك تقضي دين الوالي دين برور الوالدين يقير هذا هو زين حتى وما معقول يغير ظلمنا هو والله ظلم راسه حمد أحمود بالقاب وليلقى بعضر كان عادي عندي ما نعاقب عليه يقير لا تم تظلم راسك راه ولك يفقع حد يبدع طلعة ويفتلها ويعرق عليها وينشف ولا يوصلها ما رأي لك ياسر النفس والمرطة عموما نص مبدوع ملاها عدل لزوم ومعدل ابداع حتى برور الوالدين طبعا في الكلام العادي قالوا برور الوالدين الوالي ذيك لا العربيه لا غير بعد مستعمله ما مثلا لا تشك بعد عني كاسرها له لا فقط الاشاره وتوف قالوا برور الوالدين ذاك كلام حسان تسيد به والاحسان لهم فريد هذه لا من عربيتنا نحن اللي نشقلو نعدلوها كاملين نشقلوها كاملين غير ما هي من الحسانية غير بعد العربية ومعناها أنا العربية لين تجيني بلدها نقبلها أنا اللي ما نقبل لا العربية تجي لا تفيد ذاك اللي تفيد أصلا ولا تفيد ما اللي شبه الحسانية ذاك هو اللي ما نقبل غير نتود عندها معنى كيفون هذا ما خاص ليش عموما نص ما شقرت لي ما هو ذي اللي قلت لك عنك ظلمت نصك ونص مبدوع فيه المثل حكم في حكيمة زيد هذا هو المثل اللي جبت لزوم جناس جبت الوالدين ولا تفيد ليش في الحساني ذاك هو اللي ما نقبل غير نتود عندها معنى كيفون هذا ما خاص ليش عموما نص ما شقرت لي ما هو ذي اللي قلت لك عنك ظلمت نصك ونص مبدوع فيه المثل حكم في حكيمة زيد هذا هو المثل اللي جبت لزوم جناس جبت الوالدين جبت الوالي تفيد من شبه الحساني ذاك هو اللي ما نقبل غير نتود عندها معنى كيفون هذا ما خاص ليش عموما نص ما شقرت لي ما هو ذي اللي قلت لك عنك ظلمت نصك ونص مبدوع فيه المثل حكم في حكيمة زيد هذا هو المثل اللي جبت لزوم جناس جبت الوالدين جبت الوالي
إذا لهنا رجعوا لضيفنا ضيف الشرف الأستاذ بشير شفق عمر. بشير، نص من الرثاء نختم به لأن الوقت بدأ يداهمنا بشكل سريع. والله 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 يقول إسماعيل محمد يحضي هي بوسعد الفجاجة وضياقة خناق كيس والفراق كيسة خير ضياقة خناق وعاد الفجاجة بولاقة شكي فراقك لو كانت الباقي صح نعود ولباقة غير الدهر يدوم من الأخلاق والدنيا ترقاع مساقة وتفو بعد فرقة مفقود يمشي من عنده لو منقود والله ما هو منقود برود مشو عند الناس خراقة غير المفقود منين يعود الداه تحق الحقاقة ويل وراه الفصالة تلود عليها تنسف تراقة ويل الجود ويا ويل الشود لوذن ونعامة الملاقة ويلا لطاع للمعبود وراه بقي العلاقة ويل تلاميذ وراها قعود من حب المعبود الشراقة والجري على النهج المحمود من هو جراي خلاقة يا مولانا ترحم قلاع الشفرة قوات الشياع بباع فقراش النفاع بلال حلوقة الغراقة قلاع ترايه في الوجاع النافق فوق النفاق اسكي اسكي ويلي الله من اللطف عطيه في دار الحق اللي يرضيه وقت انه خلقك لاطف به وعبيدك عنده دقداقة
من زحاف يجرر كابيه يسحب من سحمة الخلاقة، ومشي فيه رواية وذيه، ومشي نابت ونقاقة، ومشي يتنفس من وذنيه حازم تغد التشاقة، ومشي باطل يختير يجي يسمع بيه، وشاف الطاقة من قومه تتمشى وتجي شمامة وضواقة، والكهر اللي بزرق عينيه في لمه عين وبزلاقة، الشين اللي وجهه كريه معدر سروال وتاقة، عفريت من الجن مغنقيه لاقي من تحته صفاقة، يحجب له ويحن عليه ويرفق له في الرفاقة، هو ريقه فيه اللي فيه وله من ذوك الرياقة. يا مولانا لحشمت بعد ويا مولانا لحشمت بعد العقوبة حشمت مول الحسن، يا المرحوم ارحم ذاك العبد، يا المعبود ارحم ذاك العبد طيه من انوارك براقة، اتمت شروق وسط اللحد في اللحد تقيم شرواقة، ونال الله الخير وتوف معودنا مراه سناقة، ويقطع زاد بحت في المحتوف والدنيا منها فراقة. الله لي مزين ذا، الله لي مزين ذا، الله لي مزين ذا. طبعا كنا نختار ونطولوا معاكم أستاذ بشير، يقال الوقت ضاق علينا حتى، وهذا رمضان والسحور والوقت ضاق علينا، نتأسف لذلك الوقت ما يرحم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كبير بشير بشير شفق عمر على حضورك معنا وعلى هذا الإبداع اللي إبدعتنا. شكرا جزيلا الليلة. لهنا رجعوا لنتائج الحلقة الماضية ونعلنها لكم مشاهدينا الكرام، ليتظهر لكم على الشاشة عبد الله النتائج بشكل سريع. المتسابق أحمد والعموه في الارتجال حصل على 35 من 50، بسلامة المضمون حصل على 40 من 50، كانت النتيجة 75%. عبد الله والبابة في الارتجال حصل على 42 من 50، بسلامة المضمون 41 من 50 أيضا، النتيجة كانت 83%. البول محفوظ في الارتجال حصل على 45 من 50، بسلامة المضمون حصل على 46 من 50، النتيجة كانت 91%. ربيع أم الصبار في الارتجال حصلت على 39 من 50، سلامة المضمون 46 من 50، النتيجة كانت 85%. محمد دود ديد ملقب طفل الحلة في الارتجال حصل على 44 من 50، سلامة المضمون 47 من 50، النتيجة كانت 91%. المتسابق المختار وللسعد في الارتجال 37 من 50، سلامة المضمون 47 من 50، النتيجة كانت 84%. المغادرين هم عبد الله والبابة وأحمد دود والعمو، نتأسف لمغادرتهم ونتمنى التوفيق للمتسابقين اللي صعدوا شور نصف نهائي مسابقة برنامج بداع الجيل، نتمنى لهم التوفيق في نصف نهائي هذه المسابقة. مشاهدينا الكرام، لهنا نرجعوا لمحمد رمين ولأحمد دية في بيت النقد من أجل أن نعرفوا موضوع الحلقة القادمة اللي لهنا أعطى المتسابقين واللي يتنافسوا على بطاقات العبور شور نصف النهائي. إذا محمد رمين الخط معك. حياك الله زميل أحسن، ولن تسف على مغادرة أديبين عملاقين في الأدب، غير للأسف ما وفقوا قبال في طلب التالي أحمد والعموه وعبد الله والبابة. وإن كنت حسب معرفتي الشخصية عبد الله والبابة نعرف عنه مغني كبير، نعرف عنه شاطر غناء، هذا هوك، هذا نعرفه أنا هوك ماني في بيت النقد. يقير المسابقة عنده شخص بها وغادرنا والله إلا شينا عندنا، غير بعد نزكيه لكم عنه مغني كبير حسب معرفتي به شخصية وعنه شاطر قافو. يا غير للأسف المسابقة لا فيها حد ماشي وحد جاي، لا كيف، على كل حال متسفين حتى لمغادرتهم. ونظرا لضيق الوقت نحن معانا ست متسابقين لا ينسموهم، ياك إذا عاد ما هم متابعين حالا يبلغ حد حد محمد محمود وسيدي عبد الله، في ست متسابقين في الدور الحلقة الجاية. محمد محمود وسيدي عبد الله، طلحة والأبواء، محمد المصطفى والغلام، محمد والبية، سيدي محمد والمحفوظ، الحسين واللي فكوا، هاي ستة مطلوب منها طلع من البتي التام تتكلم عن الوطنية وضرورة الاعتزاز بالوطن. هذا كينشر دائما لأنه من أهداف البرنامج، برنامج بالداعجي. طلع من البتي التام تكلم عن الوطنية وضرورة الاعتزاز بالوطن، نعشرتي في الوطن يعود فيها مثل شعبي وتعود فيها تورية. التورية صار حد يقبل أخبار التورية لعاد فهم حد ما يعرفها، عموما رايجين لعنهم عودوا يعرفوها كاملين. ختاما ما تحرصوا لي من أين تراعيه في غناك، تجود القريحة وترى طعم الغناك عليه وترى للقريحة ريحة سكي، ومالك ما تمدح الرسول اللي يستيف في العدو مسلول، واللي مدحوا للمدح حفول وقطار في يوم جريحة. مدحوا به زيان المقول وزانت به القريحة، وجر الملاه القبول وعينه في أمور شحيحة، ومدح لخاطيه الفضول والله قاعد في الريحة. كيف الريحة الله لي مزين. وأنا مدح رسول المصقول ما نقبل عنه ترزيحة، ولأنا الصح ما هو به يقول رسول الدين نصيحة. الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
شكرا جزيلا للأديب والناقد محمد رمين والأحمد دية، وهو ناقد برنامج بداع الجيل. نشكر الضيف الكريم البشير والتشفق عمر، أيضا أبدع معنا في حضوره الليلة. نشكر المداح مبارك والسالك. الشكر موصول سعد بول الميداح اللي رافقنا طبعا على التدينيت في برنامج بداع الجيل. الشكر لعبد الله باباه في الإخراج، الشيخ باي، وأيضا المختار والديين للمصورين والمهندس الصوت أيضا جوليان. نشكره جزيل الشكر، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر من برنامج بداع الجيل، هذه تحياتي وإلى اللقاء.